buckets. السلام عليكم، مرحبا بإخوان. إذا في هذا الفيديو نشوف طريقة تشغيل الواي فاي على اللابتوب أو الكمبيوتر بالنسبة لنظام الويندوز 7. إذا إخوان تكليك على ستار وغادي تدخل الكنترول بانيل وغادي تكليك على لارج ايكون، تكليك على لارج ايكون هنا كما كتشوفوا معايا وغادي يطلعوا معك هاد الخيارات. تمشي مباشره تبحث على نيتورك اون شيرينغ كونتر وتكليك عليها، ومن ثم تكليك على شانج ادفانسد شيرينغ سيتينغ وتكليك عليها. هنا كما كتشوفوا معايا خصك تفعل هذا الخيار في هاد اون نوت نيتورك، تكليكي هنا في الاعلى، كذلك هنا في الاعلى، كذلك هنا في الاعلى، هنا كذلك في الاعلى، هنا في الاعلى. هادو كيبقاو خيارات اضافيه يعني حاول انك ديرهم بهذا الشكل باش تشتغل معك الشبكه بشكل صحيح وبدون مشاكل. ملي تفعل هذه الخيارات في الاعلى فتكليكي على سيف شانج هكذا وغادي تنحل معك هذه المشكله وغادي يشتغل معك الواي فاي بدون مشاكل. اذا اخوان كانت هذه الطريقه. بالنسبه لاخر الفيديو باش ننهيوه، فكاين واحد النقطه اللي غادي نضيفها بالنسبه للناس اللي كيتعذر معاهم ربط الواي فاي. انا نعطيك واحد المساله اللي قدرت تواجهك، هي انك تدخل هذا المانج ويرلوس نيتورك تكليكي عليها، فهنا غادي تحاول تحذف هاد الاسماء ديال الواي فاي اللي كنت انت ارتبط معهم مسبقا، او كان شي واحد عنده اللابتوب ديالك او البي سي ديالك وارتبط بهاد الشبكات مسبقا، فتحاول انك تحذفهم باش ما يوقعلكش تعارض ما بين الاي بي ديال الشبكه ديالك وهادو، لان ربما غادي تلقى مشكل انا يتعذر معاك ربط الشبكه ديال الواي فاي. فحاول تحذفهم ومن ثم تحاول انك تجرب تتصل بالشبكه وان شاء الله غادي تنجح معك الطريقه. اذا الاخوان ما تنساوش دعمونا بواحد زر ديال لايك، والى اللقاء في درس اخر باذن الله.